ربما استمعتم إلى هذه الغارة في المبنى الذي يظهر الآن في أسفان. الآن غارات متتالية ومتتابعة على المبنى، لكن كما نلاحظ الصواريخ يبدو أنها من طائرات الاستطلاع، وهي عبارة عن صواريخ تحذيرية لتمهيدا لنصف المبنى بشكل كامل بعد قليل. يعني هذه مجرد صواريخ تحذيرية. عدنان تم تدبير المبنى بالكامل. نعم الصوت يا محمود راح. نعم اتمنى ان تكون بخير عدنان، فعلا يبدو ان كنا هناك صواريخ تحذيرية وقصف المبنى بالكامل. اذا قصف اسرائيلي في قطاع غزة لبرج الشروق كما افاد مراسلنا قبل قليل.